يوم جديد يواصل فيه الجزائريون بالخارج الادلاء بأصواتهم ضمن انتخابات الرئاسة. في هذه الأثناء نتوجه إلى ولاية الكاف الواقعة على بعد 180 كيلومترا شمال غرب العاصمة تونس لاستطلاع المزاج الانتخابي هناك. منذ الوهلة الأولى لوصولنا إلى مقر القنصلية تبدو لوحة الجزائر الثرية متجلية لدى أبنائها، افتخار قوي بالانتماء يعكس حسا وطنيا متناميا لا تطاله المسافات. جيت اليوم باش ننخب باش نساهم في نجاح الانتخابات ونساهم في مستقبل الجزائر، وندعو كافة الجالية اللي عايشين لهنا يجوا ينخبوا يعطوا صوتهم. نساء يلتحفن العلم الوطني وأخريات يكتسين باللباس التقليدي. الانتخاب ليس مجرد محطة سياسية فحسب، هو الاحتفاء بالوطن بالنسبة لهن. نتشرف بنهار اليوم، نتشرف به برش ونفرح به برش برش، يعجبني، نحس به اليوم، نحس به، منجمش نتحكم في روحي حتى كي نسمع نشيد الفيديو. نحبها، نحب وطني برشا، ونحن ليه نهار اليوم، ونحن ليه برشا برشا. إن شاء الله يا ربي تنصرنا، تنصر الجزائر يا ربي، إن شاء الله ديما مستورة. أما عم الجليلية محمد الصالح فقد فضل أن يحتفي بما سماه عرسا انتخابيا عبر قصيدة تحث الجزائريين على ممارسة حقهم الانتخابي. يا شعب الجزائر هيا واعزم، شماتة في الحساد قدام الأشرار، من أجل الجزائر ما تندم، الوطن غالي وطن الأحرار، ضحي عليه وتحزم، لا تقعد ضحك وعار. خصصت القنصلية الجزائرية في الكاف التونسية 6 مكاتب انتخابية في دائرة تضم نحو 3000 ناخب. أجواء طيبة بحيث تجربة، كل تجربة كثير من الجالية تجاوبوا مع النداءات التحسيسية التي قمنا بها خلال الأيام السابقة، والحمد لله نلاحظ هناك تفاهم، هناك قبول، هناك إقبال، ونعتقد أن مع الأيام القادمة سيكون أكثر وأكثر، ونتوقع نتيجة طيبة في مستوى الجالية وفي مستوى الوطن إن شاء الله، في مستوى البلد، في مستوى الحدث. يحرص الجزائريون في الخارج ضمن تقاليد دأبوا عليها على جعل أي محطة انتخابية موعدا لشحذ هممهم على طريق تجديد الوفاء للوطن، فالارتباط به في محطة كهذه تفرضه فطرة جبل عليها. من مقر القنصلية الجزائرية في الكاف، أم الخير حميدي، قناة الجزائر الدولية، تونس.